يسأل سماحتكم فيقول: ما هي الكتب المفيدة والتي تعين على ترسيخ العقيدة الإسلامية الصحيحة في نفوس الناس؟ أعظمها وأنفعها وأصدقها كتاب الله، فيه الهدى والنور. فأنا أنصح كل مسلم وكل مسلمة أن يعتني بالقرآن وأن يكثر من تلاوته، فإنه هو الدواء الناجع لجميع الذنوب وجميع ما يخالف الشرع، لأن الله سبحانه يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ويقول سبحانه: ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فالوصية العناية بالقرآن تلاوة وتدبرا وتعقلا وعملا، هذا هو العلاج، هذا هو الدواء النافع. ثم كتب الحديث الصحيح، مراجعة الأحاديث الصحيحة حتى يستفيد منها، مثل صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، يسمع الأحاديث يستفيد، يعالج أمره وقدره بما يسمع من قول أقوال النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم. ثم حضور المواعظ والمحاضرات المفيدة من العلماء المعروفين والإصغاء إلى خطب الجمعة والاستفادة منها، كل هذه مما يعين على التوبة وعلى ترك الذنوب. كون المؤمن يعتني بسماع المحاضرات من أهل العلم والندوات العلمية، خطب الجمعة يكون حاضر القلب يستفيد، مع العناية بالقرآن وإكثار من تلاوته وتدبر معانيه والعناية بمراجعة الأحاديث الصحيحة والاستفادة منها، هذا هو العلاج. مع سؤاله، مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن الله يهديه وأن الله يصلح قلبه وعمله وأن الله يرزقه البطانة الصالحة وجلساء الصالحين، فإن جلساء الصالحين من أعظم العون على الخير. كن يتحرى جلساء الصالحين وأصحاب الطيبين ويتباعد جدا عن أصحاب السوء وعن أصحاب الشر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. توحيد الربوبية منصوص عليه في القرآن، توحيد الألوهية، توحيد الصفات، كل هذه الأشياء منصوصة في الكتاب والسنة.